بن محمد جميل تحت عنوان فترة البراهيم. يقول فيه: هل سيتخذ أتباع الحوثي مما جرى لهم أمس والبارحة في الجوف ونهم وتعز وميدي وحرم؟ وهم يؤدون الصرخة الكاذبة، واليوم تعود السيارات في صمت القبور. يكفي يا أولياء الأمور، يكفي يا أولياء الأمور، لا تصدقوا من يريد أن يعيد مجدا ومن تنفذه عن الجبهة أطفالكم.